ضروري ما تكون الحلوه. لما كانتش حلوه ما كان والو. ضروري ما نحتفلوا شني راس العام كتكون مره واحده في العام. ما كتعاودش. ضروري ما نحتفلوا ونفرحوا ببريوتنا شويه ونخرجوا ونضحكوا واخا صدوا علينا ولكن ماشي مشكل نحتفلوا بديارنا. اختي ما تقوليش يا بوناني بوناني هو. فاش غنحتفل اليوم غير بوحدي حيت الدار ما كيبغيوش يحتفلوا. راك عارفه شحال هادي كيبقاو يقولوا لا حقه ديال اليهود وهادي وهادي. لا ما احتفل راسي ومن بعد احتفلت وبوناني هو. لا اختي لا ديال اليهود ما كنحتفلوش بيه، حنا كنحتفلوا باعياد المسلمين صافي. سميتو البونانيه ديال النصارى، عيد ديال النصارى وصافي كنحتفلش بيه. شنو كتبغي الناس اللي كيتخاطفوا تقولي الناس اللي كيتخاطفوا اليوم على الحلال؟ لا اختي ما خصهمش يتخاطفوا على داكشي لا، حيت ماشي عيد ديالنا، عيد ديال النصارى هذا. حنا خصنا نحتفلوا باعياد ديال المسلمين حيت هما ما كيحتفلوش بالاعياد ديالنا وحنا كنحتفلوا اليوم بالاعياد ديالهم. يعني ما جاتش سنة سعيدة وما تنساوش بوراني هو. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.